اولا لازم تبقى الناس فاهمه ان الجيش المصري هو اقدم جيش نظامي على مستوى العالم، مش على مستوى العرب ولا الشرق، على مستوى العالم. من ايام مينا موحد القطرين كان الاول كل محافظه وكل اقليم ليه الجيش بتاعه، لما مينا واحد القطرين بقى خلاص بقى في جيش عندنا جيش واحد. نظامي وجيش مصري، فده اقدم جيش على مستوى العالم. فانا اعتقد ان جيش بالتاريخ ده 3200 قبل الميلاد احنا مش محتاجين نتكلم، بس هنتكلم لانه الواقع فرض نفسه. فاللي عاوز يقيس على مسطرة حقوق الإنسان، أنا عارف إنه مدخلهم باعتبار يعني متخصص في المجال هو محاولة لجر الجيش المصري لإيهام الرأي العام الداخلي والخارجي أن الجيش يتجاوز أو يخالف عقيدته العسكرية الثابتة، لأن عقيدة الجيش المصري لمجموعة المبادئ اللي بيستلهمها في عملياته العسكرية معروفة وثابتة على مر التاريخ. صحيح.